لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتابع ما بدأناه من الحديث عن علامات الإعراب، وكنا قد فرغنا من علامات الإعراب الأصلية والفرعية في حالة الرفع، والآن ننتقل إلى علامات الإعراب في حالة النصب. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء. يعني نحن ننصب أحيانا وتكون العلامة الفتحة، وننصب أحيانا في مواضع معينة وتكون العلامة الألف، وننصب وعلامة النصب الكسرة، وننصب وعلامة النصب الياء. ثم قال: فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع. علامة النصب إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية. فالعلامة الأصلية في حالة النصب هي الفتحة، فنحن ننصب بالفتحة. ولذلك أنا قلت وأعيد، عندما تسأل ما علامة الإعراب تقول في حالة الرفع، علامة الإعراب الأصلية تقول الضمة في حالة الرفع. ولا يضرنا مع الضمة أن تقول في حالة الرفع، لكن نحتاج في الفتحة أن تقول العلامة الأصلية في حالة النصب هي الفتحة، الفتحة في حالة النصب، لأننا سنأخذ الفتحة علامة للجر، فتقول الفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر، لأننا أيضا ننصب بالكسرة ونجر بالفتحة، إذن هنا في تداخل بين الفتحة والكسرة. فإذا قلت نرفع وعلامة الرفع الضمة، تقول الفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر علامات أصلية. الفتحة في حالة النصب، فأين مواضعها؟ أو متى نقول إن علامة النصب هي الفتحة؟ في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء. فمثلا لو عندنا اسم مثل الكتاب، ووقع هذا الاسم المفرد في جملة بحيث كان منصوبا، فلو قلنا مثلا إن الكتاب صديق قارئه، وهذه الكلمة اسمه إن منصوب، تقول الكلمة مفردة، فالمفرد إذا نصب سينصب علامة النصب للفتح. وإن سئل هذه العلامة ما نوعها؟ علامة أصلية، علامة أصلية. جمع التكسير، فلو قلنا مثلا قرأت كتبا كثيرة، فكتب هذا جمع ونوعه جمع تكسير، وقعت الكلمة في موقع نصب، لأن قرأت فعل وفاعل، فكتبا مفعول به منصوب، فما علامة النصب؟ الفتحة، لأنه جمع تكسير. كذلك المضارع، فلو قلنا مثلا يذهب، هذا مضارع لم يتصل بآخره شيء، فلو نصبناه بحرف من حروف النصب التي ستأتي إن شاء الله تعالى، تقول هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة. فهذه هي العلامات الأصلية. فلو نصبنا بشيء غير الفتحة تكون العلامة فرعية. فلاحظ معي العلامات الفرعية: الألف والكسرة والياء، وهذا إن شاء الله سيفصل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن دعونا نتدرب على العلامة الأصلية في حالة النص، وهي الفتحة في الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أعرب ما تحته خط: إن العلم نور، أنا أساعدك، هذا حرف ناسخ
وهذا اسم إن، واسم إن يكون منصوبا، فعلامة النصب ماذا؟ الفتحة. الفتحة لماذا؟ كلمة العلم كلمة مفردة، اسم مفرد، فهذا احترموا العلماء. احترموا أنا العلماء مفعول به وهو جمع تكسير، فينصب علامة النصب لإيه؟ الفتحة الظاهرة. لن يضيع حق وراءه مطالب، يضيع هذا فعل مضارع ولم يتصل بآخره شيء وقد سبق بحرف ينصبه، فهو منصوب مع علامة النصب الفتحة. من هنا يعني يتبين لنا أن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، فننصب وعلامة النصب الفتحة المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فما الذي ينوب عن الفتحة في حالة النصب؟ ينوب عنها الألف والكسرة والياء. فلنتابع إن شاء الله تعالى في المقطع المقبل إن شاء الله تعالى علامات النصب الفرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.